هكلمك عن تالتة مدن عشان تبقوا عارفين الترم التاني. الترم التاني بسيط، يعني الترم بسيط وخفيف كده بالنسبة للترم الأولاني بالنسبة للرابعة مدن، الرابعة مدن تقيلة شوية، تمام؟ وبالتالي الترم التاني خفيف، يعني ما تراكمش الحاجات على بعض عشان ما يبقوش تقال، يعني كده كده الترم خفيف، ذاكره أول بأول هتلاقي الدنيا بسيطة جدا. مادتين ذاكرهم أول بأول، الخرسانة والهيدروليك، تمام؟ الخرسانة ذاكرها أول بأول لسبب إن هي مقرر خفيف، بس مقرر في كذا نظام إنشائي بتاخده. فلو ما ذاكرتوش أول بأول وخلصت كل نظام إنشائي وذاكرته أول بأول هتتعب فيه، يعني هتاخد مثلا نظام سور أرش سلاب، حاجة اسمها ترابيزويدال شيل، حاجة اسمها أرش جيردر، حاجة اسمها سدوس. بعد كده هتاخد نظام إنشائي يتركب على نظام إنشائي تاني. تركيبات اسمها، كل الطلبة تيجي في آخر الترم لما نشرح التركيبات تبقى تعبانة، يعني بالنسبة لها حاجة صعبة وبتاع. ليه؟ لأن أنت ما ذاكرتش كل نظام لوحده صح عشان تقدر تذاكر التركيبات على بعض، فاهمين اللي بقوله؟ تمام؟ وبالتالي كل نظام تاخده تذاكره كويس وما تراكمهوش وافهمه، مفيش أي حاجة حفظ عشان الطلبة تيجي تقول لك الأرش جردة خطوات حل وكذا، ترابيزويد شد خطوات حل وكذا، مفيش حاجة اسمها خطوات حل، أنت بتاخد مادة تصميمية، المواد التصميمية زي الخرسانة والستيل مفيش حاجة اسمها حفظ فيها. تفهم كل حاجه بتعمل ازاي وتفهم الخطوات عشان تفهم مبدا التصميم. احنا بنزرع فيك في الكليه مبادئ التصميم عشان لما تواجه اي حاجه بره تفهم تصممها ازاي. فهمت ولا مفيش حاجه اسمها حفظ؟ تمام. طيب لما هناخد النهارده، انتوا خدتوا طبعا تصميم القطاعات الام والان والكلام ده، هراجعه معاك تاني النهارده. تمام. لما تيجي تصمم اي قطاع خرساني لازم يمر بمرحلتين في التصميم، حاجه اسمها ultimate strength limit states وحاجه اسمها serviceability limit states. يعني الكلام ده لازم تصمم قطاع خرساني على حدود المقاومه القصوى بتاعته. يعني ايه؟ يعني مثلا عليه فلكشن مومنت او نورمال او شير او تورشن او عليه كل السترينج اكشنز دي، لازم اتاكد ان القطاع اللي انا بصممه ده يقدر يستحمل السترينج اكشنز. يعني ايه يقدر يستحملها؟ يعني الاكشوال ستريسز اللي ناتج عليه من السترينج اكشنز دي اقل من الاول ستريسز بس كده، صح؟ وبالتالي اضمن ان القطاع بتاعي يبقى امن من ناحيه المقاومه القصوى بتاعته، ما وصلش للمقاومه القصوى بتاعته وبالتالي هيفضل امن. لكن مش معنى ان هو مش هينهار يبقى برضه سيف، لا، لازم القطاع اللي انت بتصممه يبقى امن كمان في تشغيليه المنشا بتاعته، يبقى امن الكاميرا دي لما اجي احطها في المنشا بتاعي تبقى امنه في التشغيل بتاعها. تبقى امنه في التشغيل بتاعها. يعني ايه تشغيلها؟ ممكن انت تصمم، شايف الكاميرا دي؟ هبحرها كبير شويه، تمام؟ ممكن لما نيجي نصممها تبقى امنه، يعني مش هتنهار، اصممها على الالتمت ستريتس اند ستس وتبقى امنه مش هتنهار. لكن انا افرض المهندس المعماري هيحط جبسيوم بوردز تحتها، الواح جبس تحتها، وممكن الديفليكشن بتاعها يبقى عالي شويه، تمام؟ فممكن يكسر الواح الجبس لو هو زاد عن المسموح به، فاهمين اللي بقوله؟ هو ده التشغيليه، بلاش دي. ممكن بقى موضوع يبقى سنسيتيف جدا بالنسبه للديفليكشن، زي ايه؟ بنصمم في مول تجاري فلات سلاب خرسانه، تمام؟ وتحتها قواطيع ازاز، تمام؟ رايت طالعه ناحيه حد السقف، ده الموضوع سنسيتيف جدا بالنسبه للديفليكشن بقى هنا، يعني الموضوع مش معنى ان البلاطه ما انهارتش، البلاطه ممكن تعمل لي مشكله في تشغيلها جوه المنشا، فهمتوا؟ تمام؟ لو حصل لها ديفليكشن كبير تكسر القواطيع، هو ده السيرفيسابيلتي، فهمتوا الفرق بين الاثنين؟ لازم يبقى امن في الاثنين. وبالتالي لازم يبقى امن في الديفليكشن، لازم يبقى امن في الباكلينج زي الديفليكشن بس عربي، تمام؟ ليه علاقه بعرض الكاميرا، لكن الديفليكشن ليه علاقه بدبس الكاميرا، تمام؟ وبالتالي الباكلينج عشان تقاوم كنا بناخد الا على 40 فاكرين، لكن الديفليكشن على حسب الحاله مثلا كانت ليفر الا على 10 والكلام ده، تمام؟ طيب في برضه يبقى امن من ناحيه الكراك ويدز، يعني الكراك ويدز يعني عرض الشبكه، جميع العناصر اللي عليها شد سواء جاي من مومنت او شد مباشر مشرخه ناحيه الشد. يعني البلاطه دي في البوتوم فايبر في الميد سبان كلها مشرخ، البوتوم فايبر اللي تحت اللي انا شايفه كله مشرخ، انت شايف شروخ؟ لا، الكاميرا دي في الميد سبان بتاعها في البوتوم فايبر كله مشرخ، انت شايف شروخ؟ لا، لان عرض الشرخ لا يتعدى 3.1 مللي، تمام؟ عرضه قليل جدا جدا، عايز تشوف مايكروسكوبيك فيو عشان تشوفه، فاهمني؟ تمام؟ وبالتالي لازم اضمن برضو ان عرض الشرخ لا يزيد عن المسموح به، عشان برضه السيرفيسابيلتي ما ينفعش يبقى الشروخ عاليه كبيره عرضها كبير تكسر لي المحاره اللي انا بشطب بيها، ما تبقاش ما ينفعش، فهي دي السيرفيسابيلتي. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ تمام؟ طيب
انت لما بتيجي تدرس درست قبل كده وهندرس برضه الترم ده، اهم حاجه عندنا الالتيميت سترينس ليميت ستيت، واحنا بنصمم على ده بنراعي في التصميم ده الديفليكشن والباكلينج والحاجات دي، فاكرين الكلام ده؟ وبرضه ما زلنا هنراعيه. الكراك ويدث مش بيهمنا في المباني اللي فاتت ولا بيهمنا في ده، هيهمنا اكتر لما تبدا تاخد ايه الووتر تانكس الخزانات اللي فيها ايه ليكويد يعني سوائل، فيهمني ان العرض الشخ بقى هنا افكتيف جدا عشان مش مسموح بسيرفيس كراكس تحصل عشان ميه ما تتغرغش توصل لحديد تسيح. فهمتوا الفرق والحاجات دي؟ ده اساس تصميم اي عنصر خرساني في اي مبنى خرساني. متفقين معايا؟ فاهمني؟ تمام؟ طيب امسح ده. التصميم اللي هي ان نيجاتيف ان بوزيتيف والكلام ده، بس قبل ما نراجعهم عايزين بس نفهم مبدا التصميم عشان اللي حافظ القوانين يفهمها. تمام؟ لو جبت قطاع خرساني على الرقم الفصل ورسمت له تيبيكال ستريس سترين دايجرام للخرسانه زي ما اخدت شكله كده، قطاع الخرسانه بيمر بثلاث مراحل. تمام؟ ستيج 1 كان اسمها ايه؟ ستيج 1 الاستيك ستيج. كان ليها اسم تاني ستيج 1، حد عارف؟ اللي هي كراكت ستيج، مرحله لسه العنصر ما شغلش فيها. تمام؟ ستيج 2 اسمها بلاست ستيج. اللي هي ليها اسم كراكت ستيج. تمام؟ ستيج 3 تمام الفيلير ستيج، مرحله الانفجار اللي العنصر فيها انقار. تمام كده؟ ستيج 2 كراك. نعم ستيج 2 كراك. كراك؟ ان العنصر لو شرخ لو اتكسر فيها هيخليها بتتخانق على المرحله الثانيه. هو مش معنى انه شرخ يعني اتكسر، هي البلاطه دي مكسوره مش هنرخها، الكاميرا دي مكسوره مش هنرخها. ما انا لسه قايل لك دلوقتي في شروط، لسه هنفهم دلوقتي هفهمك الشروط دي ناتجه من ايه بالظبط، بس اقصد في شروط، لكن هل كده معناه ان هي انهارت؟ لا. تمام؟ طيب بالراحه كده بالراحه وهشرحهم لك دلوقتي. تمام؟ اي عنصر خرسان بيمر بثلاث مراحل. ستيج 1 دي اسمها الاستيك ستيج، ليه اسمها الاستيك ستيج مرحله مرنه؟ الاستريسز والسترينز لسه قليله، لسه الاجهادات والانفعالات قليله، فمجرد ما تعمل انلودنج بترجع الانفعالات للزيرو. يعني ايه ترجع الانفعالات للزيرو؟ يعني بيرجع للاوريجينال شيب بتاعه. تمام؟ وبالتالي بيبقى الاستيك مرن، اعمل له انفعال يرجع تاني لو شفت الحمل. فالموضوع لسه بسيط لان الستريس والسترينز بسيطه لسه. ابدا ازود الستريس والسترينز يتعدى مرحله معينه انه يدخل في البلاستيك ستيج. البلاستيك ستيج دي مرحله اللدونه، يعني مرحله اللدونه زي الصلصال تديله تدوس عليه خلاص اتشكل بالشكل ده، خلاص مش هيرجع تاني بلاستيك. تمام؟ فالتشكلات اللي حصل لها اللي امتصتها مش هترجع تاني، وبالتالي بنسمي الديفورميشنز هنا تشوهات. التشكلات اسمها تشوهات خلاص تشوه. تمام؟ طيب طبعا في مرحله انتقاليه ما بين الاثنين اسمها الاستيك بلاستيك، يعني مش عايز ادخلك في تفاصيل دلوقتي في الماتيريال. تمام؟ طيب بعد كده بقى الاستريسز والاسترينز تبدا تزيد تاني، يدخل في مرحله الانهيار. تمام؟ اللي هو خلاص مشكله الخرسانه ان انهيارها زي ما انت عارف ليتل فيليور. تمام؟ وبالتالي بتبقى مسافه صغيره في اي حته من الحتت دي ممكن تفرقع الخرسانه. تمام؟ طيب فهمنا البلاستيك والبلاستيك والفيليور. طب ليه اسمها كراكد وكراكد؟ تعال نشوف. الاستريس بيساوي الفورس عليه. صح كده؟ لما بتيجي تصمم اللي انا هقوله لك ده مبدا تصميم اي حاجه في الدنيا ستيل او خرسانه. تمام؟ لما بتيجي تصمم انت الفورس اللي جاي على العنصر الخرساني اللي انا عايز اصممه كونستنت ثابته. طب ليه؟ انت بتصمم كاميرا عليها مومنت، الكاميرا دي مش بحرها ثابت في الاستاتيكال سيستم اللي انت عملته، والاحمال التصميميه طبقا للكود المصري لحساب الاحمال انا حطيتها عليها ثابته. يبقى السترينج اكشن ثابته ولا متغيره؟ ثابته. وبالتالي طالما السترينج اكشن ثابته يعني الفورس اللي جاي على العنصر الخرساني ثابت، يبقى انا بقى في تصميمي بعمل ايه؟ بتحكم في مساحه القطاع الخرساني. كل ما ازود مساحه القطاع الخرساني في تصميمي اقلل الاستريس اللي واقع عليه. فمن المساحه بتحكم في الاستريس الفعلي اللي جاي على الخرسانه. صح؟ العنصر يعني. تمام؟
فبالتالي كل ما تزود المساحه في القطاع كل ما تقل الاستريس الواقع عليها هي والستريس. تقلل مساحه القطاع في التصميم تزود الاستريس. طب نستفاد من الموضوع ده، ركز معايا، نستفاد من كده نستفاد ان انا في ستيج 1، في ستيج 1 ركز معايا، في ستيج 1 الاستريسز والاسترينز قليله، مش احنا متفقين على كده؟ وقتها بتلاقي ركز بقى عشان ده سؤال، وقتها بتلاقي ايه؟ ان الاكشوال تنسايد ستريسز الاجهادات الشد الفعليه اللي جايه على القطاع بتبقى لسه قليله، اقل من التنسايد سترينز مقاومه الخرسانه للشد. وبالتالي هو الاجهادات لسه قليله، فاجهادات الشد الفعليه بتبقى لسه اقل من مقاومه الخرسانه للشد، ما خرسانتش الشد، تمام؟ وبالتالي بتبقى اقل من المقاومه، طب يعني ايه اقل من المقاومه؟ يبقى الخرسانه لسه شغاله معاك، تمام؟ يعني لسه مش الرخت، تمام؟ هتلاقي الخرسانه اهي كلها لو مثلا علي مومنت تلاقي كل العنصر شغال معاك، صح؟ طيب عمالين احنا نقلل في مساحه القطاع الخرساني، فبدل ما نخلي القطاع الخرساني من كده قللته خليته كده، تمام؟ عمالين احنا في تصميمنا مثلا بعيد تصميم تاني عمال اقلل في القطاع الخرساني، قلل القطاع الخرساني بالشكل ده، تعدى مرحله الالاستيك، دخل في البلاستيك ستيج. في المرحله دي الاجهادات اعلى ولا اقل من ستيج 1؟ اعلى. وقتها بتلاقي ان الاكشوال تنسايل ستريسز اللي جاي على الخرسانه تعدت مقاومه الخرسانه للشد اللي هي التنسايل سترينث للخرسانه، تمام؟ وقتها الخرسانه في منطقه الشد هل هتقدر تشيل الشد؟ ما هو مش قادره تشيلها، اجهادات الشد اللي جايه عليها. يعني ايه اجهادات الشد؟ لما اقسم قوه الشد اللي جايه هنا دي اقسمها على مساحه الجزء اللي بيشيل الشد يدي لك اكشوال تنسايل ستريس اكبر من مقاومه خرسانه الشد، فالخرسانه مش هتقدر تشيلها، وبالتالي الجزء ده يشرخ ينهار في الشد، مش ينهار ككل، ينهار في الشد فيشرخ ناحيه الشد. عشان كده قلت لك البوتوم فايبر ناحيه الشد المومنت في الميد سبان مش مشرخه، تمام؟ طيب وبالتالي ممكن التحديد يشيلها. متفقين معايا في امتى ليه احنا سمينا دي ان كراك ودي كراكت؟ ها؟ لكن لسه بص بقى هفهمك بقى ايه الفرق ما بين دي الفيلير ودي. الفيلير بقى بنوصلها ازاي؟ طبعا احنا ما بنصممش على ده، بس انا عايزك تفهم. كل ما عمال تقلل المساحه، تقلل المساحه بالشكل ده، يعني بص المساحه كده اهو، ركز معايا. كان لسه الشروخ اهي كده. كل ما تقلل المساحه تلاقي النيوترال اكسس عمال يرتفع لفوق. تمام؟ النيوترال اكسس عمال يرتفع لفوق. تمام؟ لحد ما جزء الخرسانه ده تقسم قوه الضغط اللي جايه من المومنت على مساحه الخرسانه يديك الاكشوال كومبريسيف ستريسز، تتعدى الكومبريسيف ستريس الجزء اللي الخرسانه تفرقع يحصل لها بريك فيه. فاهمين معايا؟ فهمتوا الفرق في الماده بيحصل لها ايه الخرسانه؟ تمام؟ الكلام ده لازم تبقى فاهمه وانت بتصمم، لان لو مش فاهم الكلام ده هتقعد تحفظ لي قوانين تصميم وتقعد تبص لي القوانين، الكلام ده لازم تفهمه، تمام؟ طيب وبالتالي فهمت الموضوع بيمشي ازاي؟ طيب دلوقتي الكود قال لك انا لما باجي بصمم، تمام؟ ما خلاص اتفقنا الفورس كونستنت، فانا بتحكم في المساحه في الاسترس، فقال لك لا تبعد نهائي عن الفيلير ستيج. يا تصمم القطاع بتاعك على ستيج 1 يا تصممه على ستيج 2. طب تفتكر ليه الكود سمح انك تصمم على ستيج 2 اللي هي الكراكت ستيج؟ الله ينور عليك، عشان التكلفه. لان انا ستيج 2 معنى ان هصمم قطاع على ستيج 2 يعني معناها ابعاد الخرسانه بتاعتي هتقل، تمام؟ وبالتالي هوفر في تكلفه الدشر الخرسانيه اللي كنت عاملها في ستيج 1. ده لو هصمم مباني سكنيه على ستيج 1 هتلاقي الكاميرا ارتفاعها متر ونص. فاهمني؟ تمام؟ طيب وبالتالي عشان نزود الاقتصاديه ونقلل التكلفه سمح لك انك تصمم على ستيج 2 ويتولد كراكس، في سبيل ان الكراكس دي مش مؤثره معاك، ما كل ده مشرخ. هل انت شايف حاجه؟ انت عارف اصلا ان في كراكس؟ كل ده مشرخ في سبيل ان هي مش مؤثره على امان المنشا. وبالتالي انت لو عايز المفروض بتشيك، يعني مثلا عندنا كاميرا ضخمه زي دي مثلا شويه بنشيك على الكراك ويدس عرض الشرخ ان هو لا يتعدى 3.10 مللي. الكلام ده سابق لاوان لو خدت مشروع خرسانه مقرر كباري خرسانيه هتاخد تعمل تشيك ازاي على الكراك ويدس، تمام؟ وهكذا، مش عايز اتخلف في المواضيع. متفقين معايا؟ تمام؟ فهمتوا مبدا التصميم في الخرسانه؟ طب حاجه اخيره قبل ما ابدا ادخل القوانين، حاجه اخيره عايزك تفهمها. اللي بالنسبه للحديد، لما بتيجي تختبر الحديد، تمام؟ اختبار شد، التيبيكال ستريس سترين للحديد مش كان بيبقى شكله كده، تمام؟ اللي هو اليلدنج هنا او البروف وبعد كده الالتمت والفيليا، تمام؟
ده اللي هو الاف فيلد او الاف بروف يعني تمام وده الاف انتر وده الاف فيلد صح الاجهاد يعني بتاع الانهيار تمام طيب انا لما اجي اصمم الحديد في الخرسانه المسلحه بصممه على اجهاد تصميم ده ولا ده ولا ده طب ماشي الفيلير ده عشان الفيلير طب ليه ما نصممش عليه في الالتيميت الله ينور عليك الله ينور عليك ما بنصممش على الالتيميت سترينث ليه رغم ان يعني الحديد ماده قويه جدا قويه جدا وانا لو صممت على الالتيميت مفيش عمره ما هينهار ما بعيد جدا عن الفيلير فاهمني لكن انا مش قادر استغل قوه الحديد وهي دي المشكله يعني شوف ماده قويه ومش قادر استغل قوتها بصمم على انه اخلي معايا الفيلد فقط لا غير طب ليه الحديد اول ما بيتعدى الهيلدنج الخضوع بعد ما بيحصل له خضوع بتبدا تحصل له تشكلات عاليه جدا طب تشكلات عاليه جدا دي مش هتنفع معايا في السيرفيسيابيلتي صح تشغيله المنشا الممبر نفس الكاميرا دي ولو انا مش مصمم على اساس الحديد هيتعدى الهيلد يوصل للالتيميت تلاقي الحديد حصل له تشكلات وكسر الكفر وحصل ديفليكشن طب الكلام ده ما ينفعش معايا في المباني وبالتالي لا يتعدى ليه فاهمين معايا ده بالنسبه للخرسانه المسلحه الحديد اللي في الخرسانه المسلحه طب الحديد في المنشات المعدنيه بتتصمم على اجهاد اللو بالكام 58 الله ينور عليك فاكرين المنشات المعدنيه كان سيجما تنشن اللوبل 58% سيجمايد عرفتوا ليه سيجمايد عشان انا بعتبر بعد ما بيتعدى ليه تشكلات عاليه ما ينفعش معايا الكلام ده طب ليه 58% الله ينور عليك انتوا مذاكرين السكشن اللي فات ماشي تمام عشان بتصمم وركينج عشان احنا ليه بتقلل كمان السيجما تمام عشان انتوا بتصمموا في المنشات المعدنيه تصميم وركينج تمام يعني الاحمال مش كنتوا بتاخدوها زي ما هي كنتوا بتضربوا في التيميت فاكتور فكنت بتاخد الفاكتور سيفتي في الماده فاهمين اللي بقوله تمام وبالتالي بتصمم وركينج فبتقلله ده كمان كان ممكن تقل اكتر فين لما كنت تحسب سيجما بالمسبل باكلي والكلام ده ها حد عنده سؤال في اساسيات ده اساسيات أول نوع من القطاعات بيظهر معاك لما يبقى عندك قطاع عليه إنه نيجاتيف أونلي يعني نورمال فورس بتأثر في السي جي بنسميها سنتريك اكسنتريك يعني واحدة إزاحة سنتريك يعني في السي جي وأحيانا بيسموها كونسنتريك عشان تبقى فاهم الألفاظ تمام؟ طيب بيتولد عليها كومبريسيف بريزم بالشكل ده ده النورمال ستريسز اللي جايه عليها صح تمام بيظهر معاك فين العناصر اللي عليها النورمال فورس بس في الكولومز اللي عاملها تمام وبتظهر في البوستس البوستس دي اللي هي الاعمده برضه بس اعمده مسروعه تمام يعني مثلا انت خدت الترابيزويد شيب صح خدت محاضره ولا اثنين ايوه ادي الترابيزويدال شيلد اهو مش كان ممكن اعمل بلاطه فوق هنا كده مثلا مستقيمه ستريت تمام البلاطه دي بترتكز على كاميرا ثانويه هنا وفي كاميرا ثانويه هنا لازم يبقوا اربع كاميرات فقط مش كان الكلام ده في الترابيزويدال تمام اهو وكنا بنعملها وان وي بلوك والكلام ده تمام طيب الكاميرا دي هتتعلق في الهواء ما هو لازم ترتكز على بوست عشان ينقل حملها مزروع البوست ده على الجردل فهو ده البوست يعني عمود بس ملوش قاعده هو مزروع بس كده يعني عليه نورمال فورس مش كمعادله عمود كنت بتصمم ازاي معادله عمود في الالتيميت تمام كنا بنقول ان الالتيميت بتتعامل هنا ميجا باسكال وكيلو نيوتن الكلام ده فده كيلو نيوتن فبتضرب في 10 اس 3 عشان يبقى نيوتن بيساوي 35 من ميه اف سي يو في الاي كونكريت زائد 67 من ميه اف فيلد في الاي ستيل كومبريشن تمام كده طيب معادله العمود ده مساحه خرسانه في الاجهاد التصميم للخرسانه زائد مساحه الحديد ما الحديد بيشيل معايا ضغط تمام في الاجهاد التصميمي للحديد متفقين معايا طب اجهاد تصميم الخرسانه اف سي يو عادي بقاومه الخرسانه قاومه المكعب الكيوبيك كومبريسيف سترينث تمام والاف يلد عرفنا ليه يلد فاهمين معايا طيب ليه 67% و 35% دي اللي انا مش هقدر اشرحها لك دلوقتي تمام لان دي كان ليها علاقه بالفيرست برنسبل فاكرين الفيرست برنسبل حد فاكرها ال 67% دي كان فيه رقمين بيتضربوا في بعض بيدوا 67% تمام فلو عايز تفتكرهم ارجع للفيرست برنسبل اللي خدته في ثانيه مدني في اول ما مقرر الخرسانه طيب. وعايز بس افهمك حاجه ال 35% في سي يو دي علشان في الستريس سترين دايجرام بتاع الخرسانه تمام الكلام ده ما قلتوش في السكشن اللي فات ال 35 مع الاف سي يو صح تمام بياخد ال 35% بيعتبر هي دي المقاومه الكليه للخرسانه ليه بيعمل كده في معادله
35% الـ FCU تمام؟ دي إن هي قيمة الاسترس اللي لو تعداه في الغالب هي مش ثابتة بس في الغالب الخرسانة بتتعدى مرحلة البلاستيك ستيج عشان تبقى فاهم تمام؟ مش عايز هو في الأعمدة يقرب قرب الالتيميت والفيلير والكلام ده لأن الخرسانة لما تتعرض لبيور نورمال فورس كومبريشن أخطر أنواع العناصر الخرسانية هي اللي تتعرض لنورمال فورس بيور كومبريشن. واحد يقول لي العناصر بتتعرض لتنشن أو مومنت ولا أي حاجة الحديد بيشيل عادي، لكن الخرسانة بتتعرض لبيور كومبريشن دي أخطر أنواع العناصر. الأعمدة دي أخطر العناصر اللي موجودة في الأبراج السكنية، لا تقول لي كمر ولا اسقف ولا قواعد ولا بتاع، الاعمده اخطر هي انواع. ليه؟ علشان انهيارها بريتل ما بتديكش ده ديجري اوف فورمنج، يعني ما بتديكش درجه انذار، فاهمني؟ تمام؟ يعني بتشرخ قبل ما تنهار على طول. الكمر ده انت يعني ممكن تروح تعين كذا مبنى تلاقي الكمر مشرخ خالص، تمام؟ لسه ما انهارش لان هو لسه مشرخ وبيدي الشروخ في الكمر بتبدا تظهر بدري وتبدا تتسع وبيحصل لها بروباجيشن بتتوزع في كل حته وتملى الدنيا خالص شوف وبعد كده يروح للنهار. لكن الاعمده دي يشرخ قبل ما ينهار على طول. هقول لك مثال عشان تفهم يعني ايه بريتل فيلير. البريتل فيلير يعني كان في عمود بنختبره في المعمل مربع تمام؟ انهار عند 120 طن، انهار يعني فرقع عند 120 طن تمام؟ اول شرخ ظهر امتى؟ عند حمل كام؟ عند حاجه و90 طن. انت عارف يعني حاجه 90 طن وهو هينهار يعني فرق عن 120؟ ده قريب جدا جدا من الانهيار. الكراكنج لوب بالنسبه للفيلير لوب نسبه عاليه جدا، فاهمين اللي بقوله؟ لكن تيجي تختبر كاميرا في المعمل وتاثر عليها كونسنتريتد لوب مثلا، الكاميرا تنهار عند 25 طن كونسنتريتد، تلاقيها بتظهر شرخ اول شرخ عند 3 4 طن. شوف بدري ازاي؟ شايف نسبه الكراكنج لوب بالنسبه للفيلير؟ اهو ده ضغط تايب فيلير وضغط فيلير. لو عايز تفهمه بمثال تمام. وبالتالي اكتر عناصر الكود بياخد فيها فاكتور اوف سيفتي عاليه هي الاعمده تمام. يعني عمود اللي قلت لك انهار على 120 طن ده بنفس الابعاد ونسبه التسليح لو جربت تطبق عليه معادله الكود اللي هي دي هتلاقي الكود بيقول لك اخرج 35 طن، لو زودت عن كده هينهار. شايف فاكتور اوف سيفتي تقريبا 4 اضعاف، فاهمين؟ متخيلين؟ في سبيل ان انت لو بصيت في فاكتور اوف سيفتي بتاع الكاميرا والاسقف تلاقيه اقل من كده بكتير. ليه؟ كل ده عشان بحطر. وقتها انا عندي معادلتين في التصميم اس تي وايه كونكريت. فبنفرض الاس الاس تي مينيمم، عشان نفرض الاس تي لازم نفهم الكود بيقول لك اقل نسبه تسليح العمود كام؟ 6% من الاي كونكريت تشوز اللي انت اخترتها بعد ما كبرتها شويه وقربتها تمام، او 8% من الاي كونكريت ريكوايرد تمام كده. طيب فاي يعني اختار اي واحده الاثنين عادي الكود سامح بيها تمام. احنا كده هناخد 1%. ده كمان الاعمده اللي بتقاوم معاك في السلاسل، بس الكلام ده بعدين هتفهمه في المشروع تمام. ان ممكن نزود 2% او 2.5% نسبه التسليح عشان تقاوم سلاسل بقى وعليها مومنت مش نورمال بس ده الكلام ده المينيمم لما يبقى معمول عليه بيور نورمال فورس فقط، فاهمين اللي بقوله عشان تفهم الكل بيقول لك ايه بالظبط تمام. وبالتالي بناخد 1% من الاي كونكريت، يعني انا هفرض 1% اي كونكريت يبقى كده اصبح مجهول في المعادله الاي كونكريت. اروح اجيبها تمام، اروح اجيب منها البي هتفرضها تجيب من البي تفرضين معايا وترجع تروح تحسب الاس تي بتاعي بس كده. ادي معادله العمود. حد عنده سؤال فيها؟ تمام. طيب يعني بص انا عايزك تفهم ان معادله العمود ده لاجهاد التصميم للخرسانه. يعني لو انت بتعمل حاجه اسمها تحليل انشاء، يعني اسمها حاجه اسمها تحليل انشاء ايه؟ انتوا طبعا عارفين المصلحات لما كانت معموله وكان بيروح المكاتب الاستشاريه بتعمل لهم تقارير سلامه انشائيه للمبنى. يعني كل معظم الحاجات كانت ازاي تقرير سلامه بيتعمل، خصوصا انا هكلمك على مثلا الاعمده كان بيتعمل ازاي. بنشوف ابعاد العمود نحطه من تحت الخرسانه نحطها تمام، ونقسم نجيب الاجهاد الفعلي للخرسانه نقارنه بالاجهاد الالوبل. ايه الاجهاد الالوبل؟ 35%. فاهمين؟ ونشوف بقى النسبة تمام؟ كل الأبراج كانت معدية النسبة بكتير عشان تبقى عارف تمام؟ عشان كل الأبراج كان كل الأبراج اللي اتعملت في الفترة اللي فاتت دي كلها كام سنة اللي فاتت كلها تقريبا ما كانش في إشراف هندسي كان عليها، كان كله مقاولين ارمي وحط. وكل الأبراج اللي اتعمل فيها كون كانت الخرسانة زي الزفت فيها، يعني حاجة كانت سيئة جدا جدا يعني.
المهم فكنا كان بيتكتب ازاي في التقرير، ما هو انت لو عملت كده الابراج كلها مش هتتظلم، ما السلامه الانشائيه تبقى ضايعه كده. هو يعني هي كانت معديه بس مش معديه ضبط الخط، فكان بيتكتب في تقارير السلامه ان هي الفاكتور اوف سيفتي قل من مقدار كذا. فاهم حاجه؟ هو عشان تعدي اختبار ايه؟ مش بحمله انا بعيد ريديزاين تاني للمبنى واشوف الحمل اللي جاي عليه كام واجيب الاكشوال كومبريسيف ستريسز واقارنها بالالو اللي هي دي. انا ليه بقول لك كل ده؟ عايز تفهم الالو هو بس. تمام؟ طيب تاني نوع من انواع القطاعات اللي هو ان بوزيتيف قطاع خرسانه عليه نورمال فورس سنتريك بتاثر في السي جي تنشن فبيتولد انسايد بريزم بالشكل ده. صح كده؟ تمام؟ طيب القطاع ده لما كنت بتصممه كان ايه معدل التصميم؟ هو اصلا بيظهر فين؟ في التايز الشدادات. ايه التايز الشدادات؟ الترابيزويدال شد ده الاوزان بتاعت البلاطه دي مش بسبب تقوس الترابيزويدال شد ده عايز يفتح لبره؟ صح؟ لانه مقوس كده فلما تاثر عليه عايز يفتح لبره فبنروح نحط له طايز وشدادات. عشان تبقى فاهم في الشدادات دي ان هي بدل ما عايز يفتح لبره يروح يشد لينك ممبر، لينك ممبر في الاستراكشر. تمام؟ طيب فالطاي اللي هو الشداد ده عليه نورمال فورس تنشن كان ايه معدل التصميم ده لما خدتها الترم اللي فات؟ فكروني كده وقولوا تي ار ال ان التمت اللي هي تي التمت يعني على ايه؟ الفيلد على جنب السين الفيلد على جنب السين ده هيديك كده الفريش بتاع الفريش بتاع الاس تي مالكم؟ ما انتوا مترددين ليه عشان كده؟ انت دلوقتي ده المبنى، اسال نفسك عشان انت اللي تستنتج معايا معادله التصميم. المبنى بتصممه على ستيج 2 ولا ستيج 1؟ ستيج 2 ما احنا اتفقنا ان كل ستيج 2 ما عدا الخزانات لما تشوفها. تمام؟ وبالتالي كل ستيج 2 عشان نوفر في الخرسانه. طب انا هصمم على ستيج 2 وده عليه كله تنسايل ستريسز، يعني ستيج 2 يعني اخلي القطاع خرسانه صغير فكل القطاع ده هيبقى مشرخ معايا، مش ده معناه كده؟ مش انت اللي هتصمم على كده؟ يبقى ايه اللي هيشيل معاك حديد؟ يبقى انت كل اللي عايزه انك تصمم معدل حديد. طب الحديد اللي هيشيل مش هيشيل كود الشد دي كلها؟ اقسم كود الشد على ايجاد تصميم الحديد. عرفنا ان ايجاد تصميم اف بي الكود قال لك ان الاف الحديد لما تبقى مستخدمه في الضغط سيبه زي ما هو الاف بي، لما تبقى مستخدمه في الشد تمام بيعمل له ريدكشن فاكتور خفيف جدا. ده مش فاكتور اوف سيفتي، انا شفتها ده ريدكشن فاكتور حاجه خفيفه. قلت لك فاكتور سيفتي يعني 3 اضعاف 4 اضعاف، لكن ده فاكتور سيفتي 15% مش فرق كتير، بس هو كود نص على كده. تمام؟ وبالتالي بنعمل له ريدكشن فاكتور جاما سي اللي هو 15%. حد فاهم حاجه؟ الحديده بتوزع ازاي؟ بيتوزع على الناس، توزعه فوق وتحت بس، توزعه على مساحه القطاع كله مفيش مشكله، لانه اصلا هو في السي جي فتخلي القطاع شكله متناسق في التسيح فقط لا غير. متفقين معايا؟ تمام؟ طيب إيه انا كده مش محتاج خرسانه، بس هل الطاي احطه في طبيعه سياخ حديد في الطبيعه كده بس؟ ما هيصد وينهار. تمام؟ وبالتالي لازم نجيب خرسانه، الخرسانه لازم تبقى نسبه متناسبه مع الحديد. كل يعني مثلا لما هتاخد قرش جردر مثلا، قرش جردر ده بيغطي بخور 25 متر. تمام؟ تلاقي الطاي قوه الشد اللي جايه عليه ضخمه جدا، القرش جردر عايز يفتح لبره بقوه رهيبه فالطاي بيشد. تلاقي الطاي في تصميمك تقريبا احيانا في قرش جردر على حسب الحمام الكلام ده يطلع معاك 8 في 25 9 في 25 فاهمني حاجه ضخمه. تمام؟ وبالتالي لازم يبقى في كميه خرسانه مناسبه للتسليح ده، عشان الخرسانه لو صغيره هيحصل لها ديتيريوريشن مع الزمن وتقع والكفر ينهار تبدا الحديد يتكشف. الحديد اتكشف والحديد صدى الطاي. ما هو يعني ايه صدى؟ يعني القطر بدا يتاكل، الصدى بياكل من القطر. تمام؟ تبدا الاكشوال تنسايد ستريس على الحديد تتعدى اللو تنسايد ستريس بتاع الحديد يبدا الطاي ينهار. الحديد انهار الطاي انهار المنشأ كله هيقع، المصنع كله هيقع عشان تبقى عارف. بس ليه؟ لان انت مصمم على اساس القوه الافقيه اللي عايزه تطلع لبره دي شايلها الطاي. طب الطاي مش مو على فكره ممكن اصمم ترابيزويد عشان تقش جدا من غير طاي. القوه الافقيه هتروح فين؟ العمود. على اعمده صح؟ على اعمده. طب انت العمود عندك ارتفاعاتها ضخمه بقى لان انت بتصمم صلاه. تمام؟ فارتفاع مثلا بيقول يا عم 8 متر عادي، يعني مش هقول لك اكثر من كده، خلينا في 8 متر. 8 متر وعليه قوه ضخمه جدا جدا يتولد عليه من التراضيب تحت عند الاساسات، وانت مش مصمم على كده، انت مصمم على الطاقه. حد فاهم حاجه؟ فاهمني ولا مش فاهمني؟ تمام؟ وبالتالي مهم جدا الطاقه، فلازم الخرسانه قال لك تتراوح من 30 مره ل 40 مره الاس تي بس كده.
تمام، مش مكتوب في الكود الرقم ده بس رقم متعرف عليه من خبره التصميم يعني. تمام، هقول لك معلومه بسيطه بسرعه برضو، الكلام ده لازم تبقى فاهمه. كل المهندسين اللي بيشتغلوا تصميم بره عارفين يحسبوا احمال وعارفين يحطوها في المباني وعارفين يحلوا، لكن مش كله عارف يعمل حاجه اسمها تحليل انشائي. يعني ايه تحليل انشائي؟ تمام، يعني انت مثلا مصمم منشا معين على انه هيسلك السلوك ده، على ان الطالب هيقدر ياخد القوه دي، فاهمني؟ تمام الكلام ده، لكن هل انت ضامن في الطبيعه ان الطالب هياخد القوه دي؟ ما هي دي الفكره، هو ده التحليل الانشائي. فانت لازم تصمم على حاله تبقى ضامن ان هي هتحصل في الطبيعه. هقول لك مثال بسرعه سابق لاول، بس انا عايز افتح مخك. يعني ايه تحليل انشائي؟ يعني انت الطالب ده لما هتيجي تبدا تاخد تفاصيل التسليح بتاعته، ادي العمود الوادي، هتلاقي التسليح ده هتطلعه ودخله في الترابيزات الشكل، وده التسليح اللي فوق هو متوزع فوق تحت مثلا، التسليح اللي فوق تحت طيب الفه كده تمام، والفه ادخله في الترابيزات، تلاقيه ان هو مكلبش في الترابيزات. ليه مكلبش فيها؟ عشان في الطبيعه ياخد لي القوه اللي انا مصمم عليها دي، ما هو ده التحليل الانشائي. التفصيله دي لو ما اتعملتش المنشا اول ما هتتشال الشده الخشبيه هينقص، لان انت مصمم على انك تاخد القوه وهو ما خدهاش. حتى فاهم حاجه؟ زي بالظبط يا باشمهندس لما تبقى عامل كاميرا في سقف وانت مصمم على انها هي هتاخد الحمل تمام وما تاخدوش. طب ليه؟ مصمم انت على انها ريجيد ستيفنس عاليه، لكن هي متنفذه ستيفنس صغير شويه، مش هتاخد الحمل. فاهمين يا باشمهندس؟ تمام؟ يعني موضوع لو قعدت الصبح عشان اقول لك على حاجات مش هتخلص، تمام؟ طب تصوروا ده كده؟ دايما لما تجيب المومنت بتاع الكاميرا على الاسقف تلاقيه اقل شويه من الموت اللي حصل عليه. حد لاحظ الكلام ده؟ ليه دايما العزوم على الكاميرا في الاسف لما بتحلها على برامج زي دي تابس والسيف تلاقي العزوم على الكاميرا اقل شويه من الحل المانيوال؟ حد يعرف؟ عشان ايه؟ لا فاكتور ايه؟ علشان البرامج الانشائيه تمام بتاخد تاثير الديفورميشنز اللي بيحصل. يعني ايه الكلام ده؟ هقول لك بسرعه عشان مش عايز اضيع وقت. تمام، ادي السقفه وادي انا عامل كاميرا تحتها. الكاميرا دي في الحل المانيوال بتاعي فرض ان هي ستيفنس بتاعتها قويه هتاخد كل الحمل. يعني ايه؟ يعني انا فرض ان مش بيحصل لها ديفليكشن الكاميرا نفسها. كل ما الكاميرا تبقى مش بيحصل لها ديفليكشن كل ما يبقى الريجيديتي بتاعتها عاليه، فيجي السقف يحمل فعايز يحصل له ديفليكشن فيطلع على الكاميرا فيقول لها، ما هو ده الرياكشن اللي بيتنقل للكاميرا. تمام؟ طيب لكن السيف والتابس والكلام ده والساب بياخد تاثير الديفليكشن، ما الكاميرا دي ليها ديفليكشن، فلما بترخم ما بتقدرش تاخد كامل الحمل من البلاطه، في حمل بيضيع. تمام؟ فاهمين اللي بقوله؟ تمام؟ وبالتالي تلاقي العزوم على الكاميرات في البرامج الانشائيه اقل. طب انهي الاضاءه؟ البرامج الانشائيه لان هي بتاخد تاثير الديفليكشن، احنا في المانيوال صعب ناخده بالمعدلات بتاعتنا، صح؟ وبالتالي بعتبر ان هي مش هيحصل لها ديفليكشن، وبالتالي بيجي لها احمال اكتر فمش سيكلي في تصميم المانيوال. لكن لا انا بفهمك يعني، فاهمني؟ تمام؟ جرب لو انت مش مصدقني، جرب بلان عادي جدا وحط كاميرا. لا انا عايزك دايما لما اقول لك حاجه ما تصدقنيش، تجرب بنفسك. تزود الكاميرا سمكها، زود زود زود، تلاقي السمك المومنت عمال يزيد. يعني ايه بيزيد؟ يعني الحمل بيزيد عليها، يعني بتاخد حمل بسبب ان الديفليكشن بيقل. فاهم حاجه؟ طب واحد يقول له ما الحل المانيوال كده مفيش اي طريقه نحسب بيه الكلام ده، في رابعه مدى اللي بياخدوا ماده اسمها حاسب الي، حد عارفها؟ الحاسب الالي ده بياخدوا مصفوفات استراكشر بس بطريقه مختلفه تماما، محددات ومصفوفات بتاخد تاثير الازاحه مع الاحمال، هي دي اللي بتحل بيها الزاد والسيف. فاهم حاجه؟ تمام؟ انا دخلت معاكم في الاستراكشر خلينا نرجع تاني باختصار. اصل في ناس بره، انا ليه بشرح لك الكلام ده عشان تفهم، في ناس بره من اللي بتدي دورات تمام تقول لك لا عشان تخلي العزوم زي الحل المانيوال تمام قلل من الستيفنس بتاعه البلاطه. سمعتوا عن الكلام ده؟ ادرا جيب المود. ما سمعتوش؟ طب عشان لو سمعتوا تبقوا فاهمين، في ناس تقول لك عشان نخلي العزم بتاع الكاميرات زي عزم المانيوال ونزوده شويه قلل ستيفنس البلاطه. ما هو ايوه، عشان لما ستيفنس البلاطه يقل تبدا ستيفنس الكاميرا تبقى اكبر منها شويه فتاخد احمال اكتر فتجي لها عزوم.
تمام. طب انا هسالك سؤال، لما احنا في ما هو اللي بيقول كده ده مش فاهم حل مانوال، هو حفظ خطوات على البرنامج مش فاهم حل مانوال، فهو الحل المانوال في في مشكله في حته معينه اللي بقول لك عليها ان انا ما باخدش تاثير الديفليكشن. لما تظهر لي تكنولوجيا تاخد لي تاثير الديفليكشن تبقى دماغي خلاص لا تقفل واقول ارجع الحل المانوال تاني، في على ابوظ الطبيعه واقول ان انا عايز احاكي الحل المانوال. فاهمين اللي بقوله ولا مش فاهمين؟ عشان لما مش اي حد يقول لك حاجه تقعد تصدقها تقعد تطبقها. تمام. ركزوا معايا، لما تصمم قطاعات عليها ام ام لي، ام ام لي ده زي ايه؟ زي الكاميرا العادي، بس كاميرا صائد عادي مش متصل اتصال فيكسل مع الاعمده عشان ما يتحولش لفريم وتتنقل جوه نورمال. فاهمين ليه الفريمز بتتنقل جوه نورمال؟ تمام؟ طيب لا مش عشان تسليم اتصال، مش عشان اتصال معنى. تمام؟ لما يتولد على الكاميرا مومنت كونسنتريت بالشكل ده تمام فقط بيتولد عليها فلكشر ستريس. اسال نفسك اول حاجه وانت بتصمم، تصمم على سي جي رقم كام؟ 2. تمام؟ وبالتالي تصمم على سي جي 2 يبقى النيوترال اكسس تحت كل الخرسانه دي مشرحه، مفيش غير الحديد هو اللي هيشيل قوه الشد، وفي قوه ضغط هنا هتشيلها الخرسانه. متفقين معايا؟ فهمتوا دلوقتي؟ مفيش حاجه اسمها خرسانه ما بتشيلش الشد، انت مصمم على سي جي 2 فخليتها ما تشيلش الشد. فهمت المبدا؟ تمام؟ دلوقتي انا عايز اصمم الكلام ده، يتصمموا فيرست برنسبل، يتصمم بالمعادلات، المعادلات دي مستنتجه من الفيرست برنسبل. ايه الفيرست برنسبل؟ لو قدرت اقسم المومنت على الواي سي تي ذراع العزم اللي ما بين القطاع اللي بيكون ضغط والشد، تمام؟ بيكون ضغط بيتاثر في السي جي ده والشد بيتاثر في السي جي، تمام؟ طيب اقدر احصل على اي قوه من دول؟ لو حصلت على قوه الضغط اقسمها على مساحه الخرسانه اللي بتقاوم الضغط هتجيب لك الاكشوال كومبرسيف ستريسز، قارنها بالقلاوة طلعت سيف يبقى خلاص انا صممت القطاع عمق، صح؟ تمام؟ ما طلعتش سيف يبقى ابدا ازوده تاني، ما هو القانون مستنتج من كده. على اساس ايه؟ على اساس ان قال لك ان السي 1 مينيمم، تمام؟ بلاش السي 1 مينيمم عشان ما تتلخبطش. على اساس ان هو قال لك ان السي 1 بنحطها قيمه من 3 ل 4 لو كان ريكتانجلر سكشن، تمام؟ وبنحطها من 4 ل 5 لو كان سلاب، تمام؟ وبنحطها من 5 ل 7 لو كان دي دي سيكشن. ايه الكلام؟ ايه الكلام ده عشان تبقى فاهم؟ ممكن تاخدها من 3 تاخدها 5 تاخدها 7 براحتك. تمام؟ ايه الموضوع ده؟ قال لك لو التزمت بالقيم دي في التصميم السي 1 دي هتضمن انها تديك عمق قطاع خرساني، هيضمن، ركز في الكلام، هيديك عمق قطاع خرساني، هيضمن ان يديك عمق كومبريشن زون، تديك مساحه كومبريشن زون تستحمل قوه الضغط. فهمت الكلام اللي بقوله؟ وبالتالي ما لهاش علاقه بالتنشن زون نهائي. كل ده عشان يديك عمق قطاع خرساني يضمن لك ان الكومبريشن زون تبقى الاكشوال كومبريسيف ستريس عليها اقل من الاول وما تفرقعش بالمعنى البلدي، بس كده. تمام؟ متفقين؟ طيب وبالتالي حطيت القيمه بتاعت سي 1 تلاقي الكلام ده لو كان في ديزاين. تمام؟ طيب تروح تجيب الدي، بعد كده تروح تجيب الدي بتساوي الدي زائد الكفر. تمام؟ في ناس من الدفعه بتاعتكم بيقولوا لك الكفر كنا بناخده دايما ثابت 5 او 10، هو مش ثابت، مش واخدين الكفر. الكفر في صفحه الكود بتعرفك على حسب كذا حاجه، على حسب رتبه الخرسانه، على حسب رتبه الحديد، على حسب مقاومه مع رتبه الخرسانه، على حسب عمق القطاع الخرساني، كل ما بيزيد كل ما بيزود الكفر، وعلى حسب حاجه مهمه جدا اسمها الكاتيجوري انفراستراكشر. يعني ايه؟ المنشات الخرسانيه بيقسمها الكود لاربع كاتيجوري، اربع مصنفات، يعني تصنيف اول وثاني وثالث ورابع على حسب درجه خطورتها وتعرضها لعوامل بيئه الضرر. لما تيجي تصمم انت كاميرا كوبري خرسانه فوق مصرف ولما بتحصل الرطوبه بتاعت الهواء مشبع بالرطوبه يطلع على الكلام ده، يبقى محتاج كفر يحمي الحديد اكتر، غير لما اصمم حاجات محميه من الرطوبه برضه، يعني موجوده جوه مش حد فاهم حاجه. الكلام ده بالتفصيل عايز تقراه اقراه في الكود هتلاقيه في صفحه عشان تفهم الكفر بيقول لك كام تاخده كام في الحالات دي. انت طبعا في الكليه وانت طالب ما ينفعش كل حاجه تاخدها من الكود، هيبقى صعب جدا، هيبقى صعب عليك لان الوقت مفيش وقت، فالدكاتره بتسهل عليك، تيجي تقول لك مثلا لو عمق كذا خد الكفر كذا، عمق كذا خد الكفر كذا، فانت شوف الدكاتره تقول لك ثبتوا لك الكفر، قال لك 5 سم كله، فاهمني؟ الدكتور بيسهل عليك. فانا عايزك، انا عايز اقول الكلام ده للطالب المبتدئ، تمام؟ انت وانت بتاخد ماده تصميميه خصوصا انك لسه اهو في ثالثه مدني، ثالثه مدني دي عز التصميم. تمام؟ فالطالب المجتهد يعمل حاجتين، لما تاخد معلومه تدور عليها في الكود تفهم الكود بيقول ايه، لان انت لما تشتغل بره مش هتقول لهم هنصحك بشرح قد كده في السكشن، هتقول لهم الكود قد كده، فاهم؟
اللي اشهر مني، ولما بتحصل مشاكل بره الكود هو اللي بيفصل سواء تصميم او تدريس. تمام. طيب تاني حاجه مطلوب منك كطالب انك تشوف الدكتور طلب منك ايه علشان بيسهل عليك فبيثبت لك حاجه، فيبقى مطلوب منك الاثنين ده للمجتهد. تمام. طيب فهمت الموضوع. بعد ما بتجيب الكلام ده بتروح تجيب الاس تي اللي هي مساحه الحديد. مساحه الحديد بيساوي الام التيمت 10^6، بنضرب ليه في 10^6 عشان كيلو متر تقول على متر في المتر، على الجي في الاف بي اللي في الدي. جه منين القانون ده؟ من الفيرست برنسبل. ما هو ده اساسه الفيرست برنسبل اللي هو الام التيمت في 10^6 على ايه؟ لو قسمت على الواي سي تي هيديك قوه الشد، اقسمها على نهايه التصميم ايه اللي جاب تصميم الحديد؟ صح كده؟ طب ركز معايا، ما هو الواي سي تي على جاما ستي هي الجي في الدي. صح ولا صح؟ تمام. طب هو ليه استنتجنا قوانين بدل ما كل شويه نعمل فيرست برنسبل؟ مشكله الفيرست برنسبل الاساسيه في حساب الواي سي تي. واحد يقول لي ما هو سهل ريكتانجولر سكشن اقدر احسبها. لا، ما هو مش كله ريكتانجولر سكشن. ما هو انت لو عندك تي سكشن هتقعد تحسب لي انت السي جي بتاعت الكومبريشن زون هنا فين وبتاعت الحديد فين، وتقعد تحسب لي دي. موضوع مهلك ومتعب، فاهمين؟ تشوف بتصمم كام قطاع، قطاعات كتيره جدا، وبالتالي عشان نسهل استنتجنا الكلام ده زي ما بقول لك، فاهميني؟ تمام؟ طيب حد عنده سؤال؟ الاي ستيل ده لا يقل في اي حال من الاحوال عن الاي ستيل مينيمم. فاكرين الثلاث قوانين بتاعت الاي ستيل مينيمم؟ اللي هو 225/1000 جذر اف سي يو على اف اي في البي في الدي. تمام؟ او 1.3 الاي ستيل ريكوير، او 15 ملم على ال 100 البي في الدي. خلي بالك عشان بس ممكن تكونوا كنتوا حافظين 1.1، صح؟ ما هي جت منين 1.1؟ لرتبه خرسان 25. القانون ده عمل بيها 25 يديك 1.1، لكن افرض الرتبه اختلفت ما ده اللي مكتوب في الكود، يبقى تكتلف شويه ما تبقاش 1.1، تزيد شويه، فاهمني؟ تمام؟ طيب بص، عشان الكود كاتبها بطريقه ممكن ما تفهمهاش قوي، ده بتحسبه وده بتحسبه، بتاخد منهم الاقل، فاهمني؟ وتحسب ده وتاخد من دول الاكبر، بس كده. متفقين معايا؟ هو ده الاستيمينوم. تلاقي الاستيمينوم متفق على حسب عمق القطاع، كل ما تزيد القطاع الخرساني يزيد الاستيمينوم، فكل ما تصمم قطاعات خرسانيه عمقها ضخم كل ما تبقى فاهم انك لازم تشيك على الاستيمينوم. هتلاقي الكلام ده كتير جدا جدا في الخزانات، قطاعات قطاع خرسانه كتير في الخزانه كبير. ليه؟ عشان ستيج 1، عشان دايما بتصمم على ستيج 1 خزانات، هتلاقي في قطاعات خرسانيه كبيره، فدايما البلاطات بتشيك على الاستيمينوم، في الغالب جدا تلاقي الاستيمينوم. في الكفرنج سيستم في الغالب الاستيم مينيمم مش هيبقى افكتيف قوي، بس انا عايزك وانت بتحل تصمم وتتاكد، لان في احيانا ممكن تحصل، بس انا بقول بشكل شائع يعني مش افكتيف قوي. ليه؟ لان الكفرنج سيستم بيبقى سمك البلاطات والكلام ده ما بتبقاش كبيره قوي، عشان تبقى فاهم. متفقين معايا؟ تمام؟ طيب تعالى، لو كنت بتصمم فيكس ديزاين ودكتور يحيى دايما بيجيب الفيكس ديزاين، صح؟ ده من زمان جدا، ده من ايام وانا كنت طالب، هو دايما بيجيب فيكس ديزاين. تمام؟ طيب عشان يبقى سهل في التصحيح ويبقى الارقام مثلا، يعني مواد التصميم دي من اصعب المواد اللي في التصحيح لما بتبقى الموضوع مفتوح، وخصوصا الترم ده. الترم ده يعني انا عايز اقول لك، دكتور محمد محمود لما كان بيدرسها كان احيانا يجيب قطعه ارض ابعادها كذا في كذا ويقول لك غطيها بنظام انشاء مناسب، وممكن النظامين ينفعوا، يعني النظام نفسه ممكن يختلف. هي الماده مفتوحه كانت ازاي، بس اعتقد مش هتبقى مفتوحه الترم. تمام. الفيكس ديزاين هتطبق القانون هو هو. تمام. تروح تحسب منه السي 1. تمام. السي 1 دي تقارنها بالسي 1 مينيمم، لازم تتاكد انها اكبر من او تساوي السي 1 مينيمم. تمام. ايه السي 1 مينيمم؟ يعني ايه السي 1 مينيمم؟ السي 1 مينيمم دي اقل قيمه تديك اقل عمق قطاع خرساني، يديك اقل عمق كومبريشن زون، يا دوبك تستحمل الكومبريشن فورس اللي جاي عليها. فهمتوها دلوقتي معنى ايه؟ طب هم جابوها قيمتها بكام؟ السي 1 احسن قيمته في الحديد الكلام ده. تمام. السي 1 مينيمم كان 2.78% لو كان ستيل 160 على 520. تمام. او بتساوي 2.83% لو ستيل 400 على 600. تمام. انا عايز اقول لك ان نظام كتابه الستيل اصلا تعريفه اختلف، ما بقتش بتكتب كده. انتوا عارفين الكلام ده؟ الله ينور عليك. دي 400 دي دبليو ار، ده اللي اتكتب في الكود، وبقى كل المصانع بتورده، وبقت كل اللوحات التصميميه دلوقتي بنطلعها في الملاحظات، ما بنكتبش الكلام ده، بنكتبه بالصيغه دي، فاهمين؟
الاثنين تمام. الصيغه دي البي يعني رينفورسنج ستيل، يعني تسليح، تسليح مستخدم في تسليح الخرسانه، حديد مستخدم في تسليح الخرسانه. الرماميه ده يعني الاف بي، الاف بي ما تقلش عن الرماميه تزيد ماشي. يعني لو جالك افهمني، افهمني عشان الكلام ده مهم كمهندس منفذ في الموقع. لو لو المهندس المصمم في اللوحه كاتب في الملاحظات المواصفات بتاعه التسليح ده كده، يعني الاف بي ده يطلع عن الكلام ده. يعني لما انت تبقى ممرض من المصنع، وحتى لو ممرض من عز ولا مشاي ولا الكلام ده، مش اكيد لازم تعمل له اختبار. ده ياما عملنا اختبارات على عز ومشاي وطلع صادق، لان المصنع عمره ما هيبقى مستوى ثابت كده، هيبقى فيه دروبات. انت فاهم حاجه؟ تمام. طيب وبالتالي لازم تعمل له اختبار. معنى كده كاتب كده في المصمم يعني لا يقل بيجي على الرمامه. تمام. طيب ايه دي؟ ممكن يتكتب سي او ممكن يتكتب دي او سي. الدي او السي يعني عباره عن ايه؟ عباره عن نسبه الاف الت بتاع الاف بي، نسبه الالت بالسترنس على الاف سترنس. الدي يعني معناها النسبه لا تقل عن 1.5. السي معناها النسبه لا تقل عن 1.15. كل ما بتزيد نسبه الالت في اختبار الشد بتاع الحديد، كل ما بتزيد النسبه بتاعه الالت بتاعين، كل ما معناها الدكتيليتي بتاعه السيخ تبقى عاليه، ما يبقاش بريتل يعني ما يتقصفش بسرعه، يبقى ياخد حركه كويس. تمام. الدي دي لا يقل عن 1.25. الكودز قال لك لو انت هتستخدم تسليح هيستخدم في مباني بتقاوم السيزميك لودز احمال الزلازل، لا يقل التسليح صلب التسليح عن النسبه دي عن 1.25. يعني لازم لو هتستخدم في حاجه بتقاوم زلازل لازم يبقى بنرول بالدي، فاهمني؟ لكن لو مباني عاديه اقل من اربع ادوار مش محتاجين نشيل زلازل، فبالتالي مسموح لك بسي. حد فاهم حاجه؟ طب افرض الحديد اللي انت مورده مكتوب عليه دي، هل خلاص كده انا اطمنت؟ تختبره، تختبره وتشوف الالتيميت عليه ده كل على كذا. ياما حاجات صادره عشان تبقوا عارفين دي مهمه مهندس الموقع، ومش بس مهندس موقع بس، لو شغلت شركه بقى فيها يعني سبيسيفيكيشنز معينه تلاقي في مهندس كيو سي اللي هو الكواليتي كنترول، ده من اهم مهندسين الموقع كلها، الضبط الجوده اللي هو الماتيريال. تمام. طيب الدبليو ده هو المهندس ضبط الجوده، ده تلاقي المهندسين بتوع الموقع بيخافوا منه كلهم. تمام. لان هو اللي بيتحكم في كل حاجه، ممكن يوقف لهم الشغل. تمام. مهندسين التنفيذ بالذات بيخافوا من مهندس ضبط الجوده. الدبليو اللي هو معناه الولد، يعني مسموح بنبتدي فيه. احيانا في وصلات بنخاف منها بس الكروبات يفك وبالتالي بنلحمها عشان تبقى اقوى، لكن ممكن يبقى معمول شرط، شرط يعني مش مسموح باللحام، ده مهم ليك كمهندس منفذ. تمام. طيب ار يعني ريد، يعني شرشر، ممكن تكتب بي يعني بلينستي، بس كده عشان تبقى فاهم المواصفات طبقا للكلام ده. تمام. انا همسح بس الحته دي. طيب عايزه شويه مرونه في الحديد، ما ينفعش يحصل حركه زلزال الحديد يتفصل، فاهمني؟ يعني عايز ياخد حركه شويه يبقى عنده دكتور. لو زاد عن سي 1 مينيمم برون تجيب الاس تي بنفس الطريقه مفيش مشكله. طب لو كان الاف سي 1 اقل من سي 1 مينيمم يتزود قطاع، لكن لو مش مسموح لك تزود قطاع يبقى تسمي كومبريشن ستيل. فاكرين جت منين؟ انتوا فاهمينها جت منين؟ القوانين بتاعت كومبريشن ستيل. لو عليه ام التيميت اهو بالشكل ده، قطاع الخرسانه وعدد الخرسانه اللي تشيل، لكن الشد مش شايلها لان ستيج 2، فالحديد اهو هنا ده الاس تي، تمام؟ ده هيشيل الشد. تمام. طيب انا مشكلتي ان سي 1 اقل من سي 1 مينيمم معناها ايه؟ معناها ان اقصى عزم يقدر يشيله اقل من العزم الكامل اللي جاي عليه، معناه ان الجزء ده مش قادر يستحمل قوه الضغط، وبالتالي نروح نحط له حد يشيل. طب يبقى نعملها سوبر بوزيشن. ادي القطاع هو هو اهو، تمام؟ ادي الخرسانه عمق القطاع الخرساني زي ما هو، نروح نسلح الحديد بتاعنا باقصى نسبه تسليح اللي هي الاس تي الماكس، اللي هي مليون اكثر من البي في الدي، تمام؟ اقصى نسبه تسليح يتسلح بها القطاع، يبقى كده القطاع يقدر يشيل اقصى عزم يقدر يشيله اللي هو اللي هو اقصى ماكسيموم، صح؟ تمام. طيب زائد ايه تاني؟ ما هو لسه انا لسه عايز يشيل الوالتس، زائد بقى ده سوبر بوزيشن اللي انا بعمله، او احمل عليه بفرق العزوم اللي عامل لي مشكله. مش انا قلت هشيله الكومبريشن ستيل اهو، الكومبريشن ستيل ستيل طبعا دي مفيش خرسانه بتشيل، لان انا عملت سوبر بوزيشن، ما هو ده القطاع ده هو هو ده، فطالما خدت الخرسانه انا ما تاخدهاليش هنا، صح؟ تمام. طيب هل ينفع قطاع خرساني يبقى عليه قوه ضغط ومفيش قوه تعكسه؟ ما هو لو مفيش قوه تعكسه القطاع هيجري، صح؟ ما هو لازم يبقى ستيبل، تمام؟ وبالتالي لازم نحط نفس نسبه التسليح اللي فوق هي هي اللي تحت الاس تي داش عشان يتعرض لقوه شد نفس القوه دي، فيفضل القطاع ستيبل متزن، تمام؟ يبقى كده اصبح من السوبر بوزيشن ده ايه الموضوع؟ الاس تي دي اصبحت ايه؟ اس تي ماكسيموم